أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم يتوقع أن تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، لكن خلال الساعات القادمة تبدأ موجة شرقية رطبة بالتأثير على عموم جنوب الجزيرة العربية، مما سيعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في منطقة الربع الخالي خلال ساعات نهار يوم السبت، على أن تنتقل هذه الموجة الشرقية غربا نحو عموم المنطقة الجنوبية الغربية خلال بداية الأسبوع. تفاصيلها نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار يوم الجمعة. يوم الجمعة بقية الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، لكن لاحظوا هنا بداية تشكل للحالة من عدم الاستقرار الجوي الناتجة عن اندفاع لموجة شرقية رطبة قادمة من بحر العرب نحو جنوب الجزيرة العربية. زخات رعدية من الأمطار متوقعة فوق منطقة الربع الخالي. يوم السبت تنتقل هذه الموجة الرطبة غربا أكثر نحو أجزاء الشرقية من منطقة نجران وأيضا عموم منطقة الربع الخالي، لتواصل يوم الأحد تحركها غربا باتجاه المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تشتد أو تتسع رقعة تأثير الأمطار فوق مناطق نجران، منطقة جازان وأيضا منطقة عسير والباحة، وربما تمتد حتى مرتفعات الطائف ومكة المكرمة. الحالة الجوية المتوقعة للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية مع 27 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 26 الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية نبدأها شمالا: تبوك 36 إلى 21، سكاكا 40 إلى 24 درجة مئوية، وعرعر 39 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الغربية: المدينة المنورة 41 إلى 30، جدة 34 إلى 31، مكة المكرمة 41 إلى 30، والطائف 32 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية: زخات من الأمطار في الباحة 27 إلى 20، أبها 29 إلى 18، وجازان 35 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام 41 إلى 27، حفر الباطن 41 إلى 25، والإحساء 43 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الوسطى: الرياض 39 إلى 27، بريدة 39 إلى 24، وحائل 37 إلى 22 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا. بداية أسبوع موفقة نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.